السلام عليكم. في هذا الفيديو غنوريكم دومين اللي ما غتحتاجوا فيه لا مهاره كبيره لا راس مال كبير ولا حتى شي حاجز اللي غيحبسكم حتى نتوما باش تضربوا الدولار. والجميل هو ان هذا المجال غتخدم عليه واحد 3 حتى 6 شهور هو غيولي خدام عليك، بمعنى انت جالس والدولار داخل بوحده. دابا السؤال اللي طاح لكم كاملين هو اشنا هو هذا الدومين؟ تبعوا معي هذا الفيديو حتى الاخير وان شاء الله هذا الفيديو هو اللي غادي يغير النظره ديالك على الويب. كلشي عارف مجال امازون كي دي بي، لكن قليل منكم اللي عارف كيفاش يخدم فيه ويحقق مداخل محترمه. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطريقه مضمونه اللي تقدروا تتبعوها وتحققوا حتى نتوما ارباح كبيره. وباش نكونوا واضحين، الا بغيتوا تتبعوا الطريقه التقليديه اللي كنا تعلمنا بها غيخصكم بزاف ديال الوقت، خصوصا الا ما كانتش عندكم مهارات كديزاين والبرامج الخاصه به فوتوشوب إليستراتور وغيرهم. لكن الا تبعتي هذا البرنامج الخطير بوك بولت اللي غنوريك كيفاش تخدم به، كن على يقين غتوفر عليك شهور ديال التعلم وشهور ديال المعاناه. اذا باش نعطيكم واحد الفكره موجزه على اشنو يقدر يدير لنا هذا بوك بولت، فتبعوا معي. كيمكن لنا اننا نبحثوا عن المنتوجات والكلمات الرئيسيه، وبالتالي كيسهل علينا كيفاش نلقاو الكتاب المربح وكذلك الكلمات المستهدفه اللي نقدروا نجروا بها الناس باش يشريوا الكتاب ديالنا. ثاني حاجه، تصميم كل من غلاف والمحتوى الداخلي للكتاب مجانا، يعني انت تقدر تصمم الغلاف ديالك والمحتوى الداخلي انطلاقا من البرنامج اللي كيمنحوا لنا بوك بولت، وبالتالي كتسهل علينا طريقه الخدمه. ثالث حاجه، غيقدم لنا دعم متواصل لكل ايام اسبوع وعلى مدار الساعه، يعني فين ما حصلتي غتواصل مع السبور اللي هو الدعم ديال الموقع، وهو غادي يعطيك الحل للمشكل اللي عندك. ثم رابعا، كيقدم لنا حجم البحث عن الكتب في امازون، وبالتالي كيوفر لنا طريقه سهله بلا ما نحمق راسنا بالطرق التقليديه، يعني كيعطينا الجاهز ويعطينا الكتب اللي الناس كتقلب عليها واللي غادي نحاولوا نديروا بحالها، وبالتالي غادي تسهل علينا باش نبيعوا الكتبه ديالنا. خامسا، كيعطينا تجسس على الكتب المربحه، نقدروا نشوفوا العناوين الخاصه بها، نقدروا نشوفوا الكلمات المفتاحيه اللي داير صاحب الكتاب الوصف وجميع المعلومات اللي خلات هذا الكتاب ديال هذا الشخص انه يتباع بكثره، وبالتالي نقدروا نستخدموا بعض هذه الميزات اللي عند هذا الكتاب وحتى حنا نجيبوا مبيعات الكتب ديالنا. وبالاضافه لجميع الميزات اللي ذكرنا سابقا، فعلنا واحد البرنامج خاص بانشاء الالغاز والعديد من المحتويات الاخرى المميزه اللي غنذكروها دابا بعجاله، كصناعه كتب العاب الحساب، كذلك صناعه كتب العاب السودوكو، صناعه كتب العاب الكلمات المتقاطعه، صناعه كتب العاب الكلمات المبعثره، وصناعه كتب العاب الاحرف المفقوده، وصناعه كتب العاب الكلمات المشفره، ثم صناعه كتب العاب البحث عن الكلمات، ناهيك على صناعة كتب ألعاب المتاهات المعروفة جدا، وأخيرا نشر مجموعة كبيرة من الكتب في وقت وجيز، يعني غتوفر عليك بزاف ديال الوقت وبزاف ديال العناء مع هذه الأداة وهذا الموقع الرائع. ومقابل جميع هذه الخدمات والميزات اللي كيقدمها لنا هذا الموقع واللي ما لقيتها حتى شي موقع اخر، فالثمن جد جد مناسب. فتخيلوا معي اخواني 10 دولار في الشهر، لكن مع واحد الكود برومو كنقدموا لكم انا كهديه من القناه لكم هو ناقص 20%، وبالتالي هذا الاشتراك الشهري غيطيح عليكم ب 8 دولار فقط. وكذلك في السنه مثلا عندنا هنا 90 دولار، يعني نقصوا 20% من هاد 90 دولار، تقريبا غيتقام عليكم ب 66 دولار، وهذا ثمن جد رمزي مقارنه مع الارباح اللي غادي تدخلوا من هذا الموقع هذا اللي صراحه موقع ممتاز جدا. وفي الوصف الخاص بهذا الفيديو غنقدم لكم هذه الفيديوهات اللي غيعاونوكم بزاف، خصوصا اللي بغى الطريقه الصحيحه لكيفاش يتسجل في بوك بولت ويخفض هذا 20%، فراه الفيديو غتلقاوه في الوصف ديال هذا الفيديو، وكذلك طريقه ايجاد النيتشات المربحه بكل سهوله عن طريق بوك بولت، وبعض الميزات الاخرى اللي كيقدمها لنا بوك بولت غتلقاوه كذلك في الوصف ديال هذا الفيديو، واخيرا الاداه الرهيبه كي دي بي سباي الخاصه كذلك بوك بولت. ديجا شرحنا الطريقه الصحيحه كيفاش نجبدوا النيتشات والكلمات المفتاحيه المربحه لكل كتاب، يعني ما عليكم سوى تدخلوا للروابط الخاصه بهذه الفيديوهات غنخليها لكم في وصف هذا الفيديو، واي تساؤل او مشكل واجهكم ما عليكم سوى تحطوه في الوصف الخاص بهذا الفيديو وان شاء الله غنجاوبكم عليه. اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو، الى عجبكم الفيديو دير جيم بارطاجيو مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، الا كانت هذه هي اول زياره لك للقناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول.